بليتلتس اللي هي اسم اخر ثرومبوسايتس، اني كليتد سيلز خليه ما فيهاش نواه زي الريد بلاد سيلز. هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيتوبلازم جرانيولز. الصوره واضحه قدامنا، كل دي عباره عن بليتلتس. بعضها ممكن يكون ضخم زي اللي انا اخر واحده دي علمت عليها، دي اسمها جاينت، يعني ضخمه بليتلتس.